بسم الله الرحمن الرحيم، كالعادة مرحبا بكم مع قصة اليوم، وهي قصة حقيقية واقعية حكاها للأب ديالي وربما عاش الأطوار ديالها وهو صغير كيعيش في البادية. هذا واحد الشاب خرج كيبحث على عمل يعيل به نفسه ويعيش به، وذاك الوقت الخدمة اللي كانت متوفرة هي الخماس، دابا راها تلاشات وربما انقرضت. خماسة سيدي كيعني كيمارس الفلاحة والزراعة نيابة وبتفاهم مع مالك الأرض ناظر حصة من المحصول، يعني خمس الأرباح عند بيع الغلة والمحاصيل الفلاحية أو رؤوس المشية. وهذا الخماس مولاها كيخدم نهار وما طال، وأحيانا يكمل بالليل، وربما أحيانا تتساعده المرات أو ما يسمى آنذاك بالتباع. وهذا العمل ديال التباع، ديال المرأة كتخدم تباع، اختفت قبل مهنة الخماس وعندها قصة كيفاش اختفت. نرجعوا القصة ديالنا باش ما نطولوش. القصة ديالنا هاد الشاب هو كيبحث على عمل، تعرف على واحد الفلاح ميسور غني. هذا الفلاح قال ليه تخدم عندي كخماس، حيت شافه قوي ومفتول العضلات، والشاب قبل بغى يخدم قبل وبدا معاه الخدمة، اليوم غدا أسبوع شهر زيد وزيد حتى دار العام وما دايرين على العام يعطيها الأجرة ديالو. دار العام والشاب طلب من مول الأرض يتحاسب معاه ويعطيه الأجرة ديالو كما هو متفق ومتعارف عليه. وذاك العام كان الصيف زين والغلة متوفرة والناس مصيفة ديال الصح، شي كيحصد شي كيدرس شي في القاعة شي كيقلب الأرض، الخدمة موجودة، شي كينودر في النوادر شي كيقشبل في الدرية. ولكن هذا مول الأرض خاف يعطي الأجرة ديالو يمشي ليه وما يلقاش اللي يدير الخدمة اللي كيخدم هاد الشاب، حيت هاد الشاب كان كيخدم خماس وكيزيد من عنده أعمال أخرى، مثلا مرة كيوقد كيجمع الوقيد والبريو، وخدمة خماس ماشي سهلة. كاين الخماس اللي معاه الزوجة ديالو اللي هي التباع والتغلب، وهي التغلبات كتغلب بالتقرشيل والتنقية وتدوار الرحى وتوكال الدجاج والعتوقة والدقياد والمغزل وحليب بقرة إلى آخره. المهم مول الدار قال لي زيد كمل معايا حتى العام جا ونتحاسبه، زاد عليه عام قال لي نديرو عامين ونتحاسبه. ولكن هاد الشاب ما عجبوش العمل وما بغاش يكمل معاه، ومن حقه ما يكملش معاه حيت دير معاه على عام. الشاب قال لي شوف راني ما زيدش معاك بلا ما تمحل راسك، اللي نطولوه ونقصروه. أرى لك هاد السيد مول الأرض قال لي أصاحبي راسك قاسح، شوف كل ما عجبتني خدمتك ما نقول لك زيد معايا ولا كمل معايا، وزيدون ما غاديش نلقى بحالك، كمل معايا هاد العام وكان واعدك نجوجك ببنتي وتولي نسيبي وديك الساعة الشغل في يدك وكل شي ديالك. طمعوا كان كيما كنقولوا حنا طمعوا. وفعلا الشاب قبل بانت ليه الهمزة كيما كنقولوا، بانت ليه همزة وخاصو ميفلتهاش، خصوصا بنت مول الدار كانت زوينة جميلة وأي واحد في القرية كيتمناها تكون زوجة لي. والشاب بدا الخدمة من جديد وكيضرب الأعمال الشاقة وكيزيد من عنده، ولا كيزيد من عنده، ها هو يكربل في الأرض، ها هو كيزورق، ها هو كيجلب الماء من الثانية في الركاوي، ها هو كينقي الزرع من السيبوش، ها هو كينظف القور ديال القنية، ها هو مقابل الشياه، يعني دير خدمة ديال الخماس والتباع وزيد. المهم بحال هكا حتى كمل العام، وملي كمل العام قال لي الشاب قال لمول الدار فكروا قال لي ودي داك العهد اللي قلتي ليا وخلصني في عامين ديالي. مول الدار جاوبو قال لي غادي نخلصك ولكن تزيد معايا عام اخر واصبر معايا وداك الوعد اللي قلت لك من بعد وانا كذا وكذا الى اخره. لا قال لي لا
داك الشاب ما بغاش، قال لي لا خلصني في عامين ديالي وداك الشيء اللي قلتي لي. ويجاوبو داك مول الدار، قال لي شوف اسيدي، جاوب الخماس قال لي شوف اسيدي البنت ما بغاش تجوج، سولناها ما بغاش تجوج، امها ما قبلاش تجوجها بيك حيت باقي صغيره، وما تفهمش داك الشاب الخماس مع مول الدار ما تفهموش، وزادوا في الهضره والكلام، حتى قال لي مول الدار اسيدي ما كتسالني والو وما كان عارفكش، والمخير في الخيل عندك ركب عليه سير في حالك، ما عمرك خدمتي عندي، وريني اخويا بعد مني وريني صفايح رجليك، يعني يعطيني اتساع. وهاد الشاب هاد الخماس ضاقت به الأرض، الأجرة ديال العامين ضاعت، وداك الشي ديال الزواج ما كاين منه والو، وشاف تعيا وما عرف ما يدير، وهو يقصد واحد القيد يشكي عندو، لعل وعسى يرجع ليه حقه، حيت في داك الوقت كان هاد الهريف، كانوا دوك الناس اللي أغنياء ولاباس عليهم كيهرفوا على هاد الخماسة والفقراء وما كي يصوروا منهم والو. المهم قصد واحد القيد وحكى لي القصة ديالو من ألفها إلى يائها. وداك القيد كان ولد الناس، ما كيبغيش الحقرة والظلم، وتأثر لداك الشاب، شاف على وجهه مدوز القهرة وتمارة، بين عليه دوز العمل الشاق. القيد رسل شي سبيسية خيالة، أرسل شي سبيسية يسقسيو على هاد الأمور كيفاش. أمور الدار قال للسبيسية ما كان عارفو، ما عمرني شتو، وحير الله بيني وبينو. وهذا مول الدار تاني كان جمع موالين الدوار وزردهم واحد الزردة تهلا فيهم، دار لهم واحد الوليمة معتبرة، وقال لهم مصام على داك الخماس، قال لهم ما نعرفو، ما يعرفني، ما شفتوني معاه، ما شفتو معايا، وراكم عارفين المجرم شي كيغطي على شي. وملي جاو السبيسيه كيسولوا في الدوار، فعلا قالوا للسبيسيه هاد السيد اللي كتسولونا عليه راه غريب علينا، واول مره كنشوفوه وكنسمعوا به، يعني شهدوا فيه بالبهتان والزور. رجعوا السبيسيه عند القيد وحكوا ليه الواقعه، وان هاد السيد راه غريب وغير معروف، وربما راه كيبان بحال محتال او نصاب، وهاد الشيء راه مولاه كيتعاقب ويدخل للغبوق اللي هو الحبس. القيد ما ارتاحش لهاد الكلام ديال هاد السبيسيه، والضمير ديالو ما ارتاحش ليه وما هناش وما طابش ليه النعاس، وعاود نادى على داك الشاب وقال ليه جيني صراحه وصدقني، واش فعلا خدمتي عامين عدد السيد والقصه الحزينه اللي عاودتي ليا؟ السيد الشاب جاوبو قال لي والله حتى كاين هاد الشيء اسيد القيد وحق الله وإلى. والقيد كينادي تاني على مول الدار مول الارض، وقال لي واش هاد السيد خدم عندك عامين عافاك؟ قول لي الصراحه. لا سيد القيد وحق الله ما عمرني شتو ولا كنعرفو ولا خدم عندي ولا كذا ولا كذا. واخ القيد نادى عليهم بجوجهم مزيان، قال لي على كل حال ركبوا معايا. ركب الشاب في المقعد الامامي حداه القدام، ومول الدار في المقعد الخلفي اللور، وهما غادين. القيد قال للشاب ملي خدمتي عند السيد ايه خدمت عدو؟ قال لي ملي خدمتي عدو زيد وريني السكنه ديالو فينايا، زيد معاه الطريق دوز من هنا، راها تورا. قال لي راها. القيد سولو قال لي تقدر تدخل وتجيب لي شي شربه ديال الماء في شي غراف؟ الشاب جاوبو قال لي هي الاولى سيد القيد، الله سيد القيد هي الاولى، الركاوي رانا اللي معمرهم بالماء. والشاب وهو غادي داخل للسكنه تلقاو ليه الكلاف فرحانين وكيتلاحوا عليه وكيبصبصوا بديولهم فرحانين، واحد المنظر ديال الفرحه. وهنا تلفت القيد عند مول الدار وقال لي حشومه عليك، حشومه عليك، لكن انتو كلكم شهدتوا ضد الشاب، الكلاب شهدوا ليه، كون كان غريب كون نبحوا عليه، كون عضوه، كون كلوه بالعضان. شي هاد الشي اللي وقع دابا
الكلاب، شوف الكلاب اش كيديروا، شوف الكلاب فرحانين بيه، شوف 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 شوف، عرفتي اش غادي دير؟ غتعطيه السيد الاجره ديالو، وما نبغيش هاد الشيء يتكرر مره اخرى. وفعلا السيد خاف، حيت كذاك الوقت كانت الكلمه لا كلمه القيد، القيد كترتعد منه، الفرائض ديال الانسان كترتعد منه، الاوامر ديالو تطاع. والسيد عطى للشاب الاجره ديالو، وبلا ما نطول عليكم القصه كملات، وانتم اللي غتقولوا اشنو استفدتوا من هذه القصه. وصلى الله على سيدنا محمد وآله.